مستشفى للعالي بكلية الحقوق بمراكش حول موضوع تحديث قانون الوظيفة العمومية كعلاقة متقاطعة في الجهود والمعوقات تحت المستوى. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بداية أتقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة الوطنية المباركة تحت عنوان وظيفة العمومية للمصلحة الإدارية. شكر موصول يعتبر حقا من السياسات وفي دراسة الحكم والتنظيم الترابية، وأيضا الشريك مؤسسة أن سايبر. حقيقة الشكر موصول لجميع الأساتذة الحاضرين ولطالبات الطلبة الأعزاء. تحديد الوظيفة العمومية بطريقة متقاطعة في الجهود والمعوقات، سأحاول قدر المستطاع أن أساهم في هذه الندوة القيمة لغاية خروج في بعض الفرصات لعلها تسعد صانع القرار في تجويد الوظيفة العمومية وبالتالي تحقيق التنمية الإنتاجية. كما تعلمون يقصد من لكم الأساسي عن الوظيفة العمومية إطار عام يحدد القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني إطار عام. هنا لابد أن أقف عند القسم الثاني والذي هو قسم مشهور يعد الموظف كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم خمسة الإدارة التابعة للدولة. وهنا لماذا هذا القسم؟ سأشير بعجالة لميل الأساتذة المتعاقدين. إذن إن أردنا أن نسبق أدوار هذه الإشكالية نستحضر المصون جوج 1577 لتحديد شروط وكيفية تشغيل وجود عقود في الإدارات العمومية. لا أعتقد بتاتا أن الأساتذة المتعاقدين هم فعلا متعاقدون. لماذا؟ لأن المادة الثانية من المصون يمكن إدارة العمومية كل ما اقتضى الضرورة المصلحة ذلك أن تشغل بموجب عقود خبراء لإنجاز مشاريع. لا أعتقد 750 ألف أستاذ متعاقد من الخبراء. هذه نقطة ليس تنقصا من قيمتهم، ولكن هناك تمويل خبرية. المغرب للأسف الشديد ينبغي أن يدعنا بإلا على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وفي ذات الآن يريد أن يجد حلا لمشكلات القطار. إذا نحن في تدبير الوظيفة العمومية لنا مدخلات معينة ومخرجات استعجالية ارتجالية قد تعيق التنمية الإدارية بشكل أساسي. حينما نتحدث عن المتعاقب مثلا ينبغي تجديد التعاقد على الأقل مرة بعد سنتين، لكن منذ 2016 لم يتم تجديد العقود مع هؤلاء. إذا أين مضاعهم؟ هل هم موظفون؟ بطبيعة الحال هم يقومون بوظيفة قارة هي التعليم، والتعليم لبناء أساسية لتحقيق التنمية. إذا متى نستخدم العقود إن كانت هناك حاجة ماسة إلى تخصص غير موجود في الإدارة وغير موجود مثلا في المجتمع؟ قد نستوعب هذه الخبرة. الفصل الرابع يقول فيما نجمعه ليس في هذا النظام رجعي وقطيع من الدولة. أنا أعتقد هذه المتواضع أن الوظيفة أو قانون الوظيفة العمومية أو النظام أساسي الوظيفة العمومية خرج من الولاية. لماذا هذا الاستثناء؟ لابد من إطار عام يحدد جميع الاختصاصات، جميع المهام، جميع الوظائف. وسأرى وسأتفق يعني سأشاطر بعض المعطيات معكم فيما بعد. هذا النظام كما أشرت الأستاذ الفاضل سي عبد الحيدر البارحة عمره الآن أكثر من 62 سنة، يعني في طعم استدعاء العقود شهد 15 من تأديب. لكن السؤال الذي يطرح، هل هذا النظام نجح في تأسيس وظيفة عمومية نظامية وتوفير حقوق وواجبات الموظف وتنزيل قواعد عادلة ومنصفة ومحفزة للدور المهني؟ هل هذا النظام تناغم ولا يزال يتناغم طبيعة مع التحولات التي تشهدها الدولة؟ إذا الآن نحن نتحدث عن إصلاح الدولة ولا ليس عن إصلاح الإدارة، إن عن مستوى استراتيجية السياسة الاقتصادية الاجتماعية. سأحاول أن أسبق أدوار هذه الموضوع
وفق ثلاث محاور. المحور الأول الأساسي في نظري لا بد من تحديد وحصر الخلافات، وهذا التشاطر مع السي البشري فيما قيل البارح. المحور الثاني ما هو أهداف التحديد ثم مداخل التحديد. المحور الأول اختلالات الوظيفة العمومية، أول شيء هي بنية غير متوازنة لأعداد الموظفين. الموظفون المدنيون الآن الأقل الإحصائي 2015 527,724 موزع الشحتين، قطاع التربية الوطنية 3.5%، الداخلية 16.41%، التعليم العالي 4.30%، العد 3.60%، اللاجئ 3.27%، باقي القطاعات المزارية 10%. عدد الموظفين المصالح المركزية هو 30,000، أكثر من 30,000. بالمصالح المركزية 96,000. نسبة لا تمركز الموظفين تفوق 90%. لكن هناك تفاوت كبير في هذا التوزيع بين الجهات. الرتبة الأولى نجد جهة الرباط سالا نقرا 21%، الرتبة الثانية دار البيضاء سطات 15.6%، الرتبة الثالثة جهة قسم ثلاث 12%. إذا 76% من الموظفين تتمركز في ست جهات. ما هي هذه الجهات؟ جهة الرباط سالا نقرا، جهة دار البيضاء سطات قسم ثلاث مباشرة فيه، ثم جهة طنجة تكوان كوسيما وسوس ناسا. ما هي النتيجة؟ في هذا التفاوت الجغرافي النتيجة هو توزيع غير عادل غير متجانس لأعداد الموظفين. إذا كيف السبيل لتطبيق مقتضيات الفصل؟ على الأقل على سبيل المثال إذا حصل 154 من دستور 2011 تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة والإنصاف في تغطية الطرق الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات. هذا معطى مهم ينبغي أخذه بعين الاعتبار. ولا نستحيل لأن وزارة الوظيفة العمومية الذي كان أنا أسمي مقال السيد الأستاذ فاضل صادق في القطاع وفي الدراسة وعلى جيب سعيد متوجه لها، في الحقيقة وزارة الوظيفة العمومية قامت بعدة قام الحكومة بعدة إصلاحات. هذه الإصلاحات مثلا توقيف المستمر، المصافات الإدارية، مثلا المغادرة الفورية. لكن المغادرة الفورية لماذا؟ ما هو تقييم المغادرة الفورية؟ لأنه بعد المغادرة كان نزيف حاد للعنصر البشري من القطاعات الإدارية، خصوصا القطاعات الاجتماعية في الصحة في التعليم. إذا هذه المغادرة الفورية باش نعرف من مولها مثلا هذا من جهة، والتي كانت ستتبع في إعادة الانتشار سنة 2005 ولم تتبع. أول اجتماع وقد حكم الإشارة باش نكون في الاجتماع ديال 2004 كانت المغادرة الطوعية محددة للسنة الدنيا من 1 إلى 9، لكن التعويض كان هزيلا، وبالتالي انطلاقا من الضغوط أصبحت المغادرة 2005 تمس السلالم العليا. إذن الفلسفة ديال المغادرة الطوعية هي السلالم الدنيا، لأن هناك كان الإشارية تطبق، ولكن المفاجأة السلالم العليا. أعرف بعض الأطر اللي خرجت من المغادرة الطوعية وخدمت مثلا في البريك التسمية براتب شهري 10 مليون سنتين شهريا. أعتقد بأنه ربما هدر للعنصر البشري والإمكانيات التي يمكن استغلالها لخدمة التنمية. هذا إشكال لابد أن نقف عن هذا قبل الحال. النقطة الثانية حركة الموظفين. إذا الأولى هناك خلل في توزيع العنصر البشري، الثانية حركة الموظفين. قلنا بأن لا يعرف الانتشار لم تنجح لم تفعل. الآن تعدد الأنظمة الأساسية لا يساعد بتاتا على نهج سياسة فعالة لحركية الموظفين. حوالي 30 نظام أساسي، 12 نظام أساسي خاص بالقوى المشتركة في الوزارات، 6 ديال الأنظمة الخصوصية خاصة بقوة القدرة من حيث المالية والتصرف في الوزارة الداخلية، 20 أنظمة من الأنظمة الخاصة متجهة عامة في إدارة القوى الأمنية مرتبطة بجامعة موظفي الأمن، أمانة العامة للحكومة، وزارة الخارجية. ومن هنا لابد أن نشير إلى أن عندي علاقة حميمية مع وزارة الوظيفة العمومية.
كانت في مستوى حينما كانت لا أمل لها بالحكومة، ولكن بعد خرج من المشروع الاستثماري جلدت هذه الوزارة. نجد مثلا في كندا في دول الخليج وزارة الخدمة المدنية والوزارة العمومية هي التي تقوم بكل شيء من حيث تدير مسار الموظف، لكن في المغرب نجد الآن أن هذا الاتصال الدولي تم مثلا الملك تحدث عن الاتفاقيه القطاع في ذلك، ولكن لا يمكن مثلا لوزاره معينه ان نضع حقوقنا ان نحاول دمجها مع وزاره الماليه تصبح المراقبه الثانيه التي تتعلق بها الوزاره في شخصيه الدوله العموميه والمراقبه الماليه. اذن تم جمع انا اعتقد انه جمع سليم. 24% من الموظفين يخضعون لانظمه اساسيه مشتركه و 90% من الموظفين السريعين عندنا أساسية خاصة. ما هي الاستنتاج؟ هناك عدة استنتاجات. أولا ينظر في غالب الأحيان إلى الانتقال الحركية كإجراء عقابي. الحركية تتم بمبادرة من الموظف، إما بالتحاق بالزوجة أو بالتحاق بأعباء ما، إذا كان هناك مشكل. إذا ليس من منطلق لدى تخطيطي استراتيجي استشاري مثلا في إيقاف صورة بلا بلاد خصوصا مع كثير من الطلبة اللي تصنع هذه المادة، لا يمكن أن نحقق التنمية بدون توزيع عادي للموارد وللثروات وللأنشطة. إذا بمعنى المغرب أن يشهد واحد الحركية استراتيجية للتحديد والإصلاح، ينبغي على مختلف الطوابع مختلف القطاعات إلا مؤسسات أو قانوني هذه الرؤية. نلاحظ بأن هناك غياب اتفاقية وغياب التنسيق بطبيعة الحال. نقطة أخرى، حركية جغرافية للموظفين شبه منعدمة. أنتم تعلمون جيدا، أنا فقط أذكركم، كثرة الأنظمة تجعلنا واحد المشكل، كثرة اللوبيات داخل القطاع المغربي. إذا هذه اللوبيات التي توجد داخل القطاع المغربي تعرقل إما بنية سليمة أو عن جد أو بغياب وعي في إصلاح الإدارة. نتحدث عن المهندسين، مثلا علاقات ما بين المهندس والمتصرف. المهندس بدي حالة عشرة مع المتصرفين في المكتب، ولكن هناك تفاوت أجري صارخ بالرغم من أن المتصرف يقوم بالعمل أحسن من المهندس. ولكن المهندس خصو يكون عنده واحد المكان أخر، مثلا البيطري خصو يمشي للفلاحة، ديال الإعلاميات خصو يمشي التخصص ديالو هذا. ولكن هذه اللوبيات الان نجد المتصرف 10 سنوات وهو في شوارع عبد الخامس من النقاب ولا من انصت له، بينما المهندس لجلسه واحده قد يحصل على مختلف المكتسبات. هذا يعقد التحفيز المعنوي، التحفيز المادي، يعقد التنميه بطبيعه الحال التنميه بشكل عام، وبالتالي يصعب في هذا الوضع بناء مؤسسات دوله حديثه متخذة ماذا؟ المشاركة، الحكامة الجيدة، ونعم والمساواة. هذا بعجلة حركة يعني فيما يتعلق بالأنظمة مشكلة الإلحاء. وزير الوظيفة العمومية السياسية في جملة بعد بالله متابعين في وصف الأحس، ولكن لو أخبر لكم ده هو عملي. وكانت الإحصائيات ديال الإلحاء كلها وزارة. إذا شنو يديرون عن التشكيات؟ تشكيات مستوية الثالث مع بقية. إذا في داخل الوظيفة العمومية هناك تراجعات وهناك سبب. أرى كتلة أجور ارتفعت من 53.84 مليار دولار درهم عفوا إلى 96 مليار درهم 2012، الآن كتعدى 112 مليار درهم. إذا أين هي حماية الكتلة؟ ما هي وظيفة المقابلة الكورية؟ هذا تصور يعني منظومة جديدة للحصول في الوظيفة، لكن بقية على الرف للأسف الشديد. مراكز دراسة إمكانيات باهظة، ولكن دراسة بقية على الرف. لماذا؟ صعوبة نزيها من حيث الانعكاس المالي الكبير، غياب إرادة شمولية. نحو التنميه بالرجالة، هذا التحديث. هذا التحديث كتعلمون جيدا. ملائمة الوظيفة العمومية مع المحيط المؤسسات الاجتماعية للدولة، تعزيز قيم النزاهة والشفافية والعدالة،
تحديث الإدارة وتصديق الحكام الجيدة وإصدار القطع العملة نهائية ناجعة ومحفوظة. أيضا تنزيل توجه جديد لتدبير الموارد البشرية من بين عدة الاستقرار والإشارات من أداء منظومة الإدارة. أهداف فيما يتعلق بالأهداف، ما هي مداخل التحديث؟ مداخل التحديث هناك على الأقل 6 نقاط تذكرها السيد الرئيس للعجلة بغاية التفاعل مع القاعة. أول شيء مع التفاعل مع السيد الحر يعتمد التدبير بالكفاءات. هذه نقطة. عرف انتقال المتدرج من نموذج الوظيفة العليا قائم على تدبير المسارات إلى نموذج اللي على تدبير الكفاءات كنموذج إداري فعال يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. النقطة الثانية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا عبر تعزيز أدوار القادر ومهنتها واعتماد التقديم بناء على التدبير مدى التعاقدي. ثلاثة ملائمة بنيات الوظيفة العمومية والتوجه الجديد للدولة من خلال ماذا؟ ملائمة هذه الوظيفة والسياسة لا تمركز الجهوية المتقدمة ولن يتأتى ذلك إلا باعتماد التوظيف الجهوي تفعيل نظام الحركية والرياضة المنتجة الذي ينبغي تطبيقه مباشرة كما أسلفت لك المقابلة القوية الضبط وتحديد مهام الوظيفة العمومية المركزية مراجعة بنية الوظيفة العمومية هنا بد نخطط النقطة هذه من خلال بعض الأنظمة الأساسية وإرساء مسالك مهنية وظيفية عبر مدخل ماذا؟ تقليص عدد الأنظمة الأساسية الأنظمة الشعب من 38 إلى 4 هي في السبيل الحمد لله الفصل الأول يقول التنظيم الترابي إذا عندنا شخصين معنويين عام الدولة وجامعات الترابية بالإمكان ندخلوا معهم في إطار مركزية إدارية مؤسسة العمومية لأنه لا مركزية إدارية مرفقية أو ترابية ما يحتاج مشكل إذا غادي نحاولوا نديروا جوج ديال النقط وظيفة عمومية مركزية تركيز العنوان ديالها غتكون شعبة استراتيجية سياسية تخطيطية على المستويين الوطني والدولي تخطيط على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي الوظيفة العمومية الترابية هناك المقترح ديال وزارة المالية وإصلاح الإدارة داروا فيه جوج شعب ولكن مازالت عندنا هذا الحلم ونتقسموا معكم الآن وظيفة عمومية ترابية تركز على 4 ديال الشعب شعبة تقنية شعبة تقنية فيها المهندس فيها التقني وفيها مساعد تقني شعبة إدارية فيها المتصرف فيها المحرر فيها المساعد الإداري شعبة صحية فيها كل ما يهتم بقطاع الصحة وأيضا شعبة تربوية وبالتالي حان الوقت وهنا أضم صوتي لأستاذ نادي منجرة الذي قال في إحدى الله يرحمه في إحدى مداخلاته لقد ولى زمن الوزارة الوزارة هي كل لتحقيق مثلا تجربة الملك حينما يريد أن يعمل أن يقوم بتنفيذ شعبة يخدم واحد مجموعة عمل إذا لقد ولى زمن القطاعات الوزارية خصنا نفتكروا شي بنية هيكلية تكون فيها انتقالية وسأتم سأتم بسرعة إلى تحييد وتحسين بيئة العمل وتم تكوين المستقبل. خلاصة غير الأستاذ السيد الرئيس أعتذر كثيرا لا يمكن لقاء الوظيفة العمومية أن ينجح دون الاعتماد بالمراحل التالية إرادة سياسية علمية وموضوعية جريئة لاكتفاء بالذات لا مع الاكتفاء بالذات إيجاد حلول الاستقلال لا يمكن عن المؤسسات الدولية إن تمكنا من استقلال المؤسسات قد نضع واحد تصور شمولي لمختلف الدول مثل ماليزيا قائمة تقييم السياسة العمومية هذا خصوصا في إطار مشروع الوظيفة العمومية أو الإصلاح الإداري بغاية معرفة مدى نجاح هذه الاستراتيجيات شكرا سيد طارق شكرا أستاذ العادلة على مداخلته القيمة ودون أن أطيل مباشرة أعطي الكلمة للكيستراجي أستاذ تعليم العالي في التموق بسلا لإعادة انتشار المستقيم في الإصلاحات الإدارية الجديدة تحت الأستاذ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أيها الحضور الكريم السلام عليكم أتقدم بكلمة شكر في البداية لمجلس المنظم على هذه الدعوة الطيبة وأنا سعيد جدا بحضوري معكم هنا في كلية الحقوق بمراكش. مداخلتي ستتمحور حول إعادة التعليم من البداية.
الحيرة وهيئة ضيقها وتحقيقها وعاء قانوني مهم يتكون من عدة نصوص منها ما له حتى طبيعة الدستور. إذا بعد هذا الجهد الذي كان فيه وبعد مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المسائل النجاحات الحكومة السلطات العمومية عموما في سياستها هذه في مجال إعادة الانتشار المنطقي، وإن كانت لديها رؤية تختلف كثيرا عن ما جاء في مداخلة السادة الأساتذة سوف نتوقف أو نقف عليها في مسائلتي في هذه المحاضرة. إذا الدولة بنت هذه السياسة منذ 23 سنة، مدة ليست بقليلة مدة طويلة، ولكن بالحقيقة نحن كباحثين ومهتمين أن نتساءل هل نجحت في هذه السياسة الآن؟ نشير إلى أن عبارة إعادة انتشار المنطقين وردت في القانون رقم 19 المغير والمقيم من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلا أن المشرع حدثها في التعديلات التي أدخلها سنة 2011 فاقتصر على كلمتي الحركة والنخ، وهذا التعديل يدعونا إلى قراءتين مختلفتين. القراءة الأولى، هل أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية قد تراجع عن إعادة انتشار الموظفين بمقتضى تعديل 2011؟ القراءة الثانية، هي هل أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يشأ أن يحسر إعادة انتشار الموظفين في الهيئات المشتركة، بل أرادها أن تشمل كل الموظفين أيا كانت انتماءاتهم الوظيفية؟ يبدو لي أن هذه القراءة الثانية هي الصحيحة، لأنها تأكدت ولو بعد مدة طويلة بالقانون التنظيمي رقم 113 للقانون المالي. لا ينبغي أن ننسى أمرا في غاية الأهمية، هو أن الوظيفة العمومية لا توجد فقط في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الأساسية الخاصة والخصوصية، بل توجد أيضا في النظام في القانون التنظيمي للقانون المالي وأيضا في القوانين المالية وأيضا فيما يصدر في مجال المالية العامة. وهذا الجانب أراه مغفلا عند الكثير من الباحثين، وهو ما يؤثر على جودة إجراءات كثيرة اتخذت لتفعيل إعادة انتشار الموظف، وهي مجموعة كبيرة من الإجراءات قد تبدو لنا منعزلة هنا وهناك، ولكن لها خط ناظم يربطها كلها، سأتي على ذكر هذه الإجراءات. لم يكن النظام الأساسي عن الوظيفة العمومية قبل سنة 1997 يسمح للموظفين أيا كانت انتماءاتهم النظامية أن ينتقلوا من إدارة عمومية إلى أخرى إلا في إطار مسطرة الإحياء، فكل ما كان يسمح به هو انتقال الموظفين داخل الإدارة الواحدة وفق ما نص عليه الفصل العاشر، تكاليف داخلية فقط. وكان النظام الأساسي عن الوظيفة العمومية محقا وصحيحا في مجاله، لا يصح هو ضد، ثم بعد ذلك اسمح بان يذهب موظفي الى قطاعات مجاليه اخرى، لا منطق ولا حكمه في هذا الامر، بل هذه فوضى وتسيب. لم يكن إذا ممكن الحديث عن نقل الموظف المنتمي إلى الهيئة المشتركة بين إدارة الدولة والجماعات الترابية إلا مع القانون رقم 97 الذي أضاف الفصل 32 المكرر، والفصل 32 المكرر مقاتل للنظام الأساسي لاستعادة عملية إعادة انتشار الموظف. كما لم يكن ممكنا وفق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دمج الموظف الملحق بإدارة الإلحاق إلا مع التعديلات التي تمت سنة 2011،
هذا كله يدخل في إطار هدف واحد هو تشكيك موظف وإعادة انتشار. ما سمي لإعادة من خلال تحقيق الفصل 50 سنة 1997. وجدير ذكره أيضا أن الصيغة التي كانت مستعملة من قبل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 97/11 في مختلف الأنظمة الأساسية هي بين الوزارات. منذ سنة 97 أصبحت كل الأنظمة الأساسية المشتركة تستعمل عبارة بين الإدارة وليس بين الوزارة. لماذا؟ حتى لا تختصر هذه العملية بين القطاعات الحكومية، القطاعات المدنية للحكومة ما نسميها الوزارة، بل تشمل أيضا القطاعات غير الحكومية كالبرلمان، البلد الملكي، مجلس أعلى السلطة القضائية حاليا، وكل قطاعات الدولة الأخرى، بل لكي تشمل أيضا جماعات الطوارئ. لأن التسمية والعبارة ليست دارية، وينبغي نحن كقانونيين أن ننتبه إلى هذه الأمور. أيضا من الأمور الأخرى التي تجدر الإشارة إليها هو أن المشرعين لشأن التعليم الذي أخذ عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مقتضى القانون رقم 97/11 أن يدرج حركية الموظفين بما نص عليه الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بانتقالات الموظفين داخل القطاع العمومي الواحد، وإنما أدرجه بشكل تعسفي وغير لائق ضمن حركية وضعية القيام بالوظيفة. انظروا معي أدخله دخلا وبشكل أساء إلى الهيكلة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كيف يمكن أن ندرج حركية الموظفين في من القصر الرسمي والذي يتحدث عن هذه الانتقالات بجميع السهول. أرادت الحكومة أن تنجح هذه السياسة لأغراض بنفس الحكم. حاولت الحكومة من أجل توفير قاعدة واسعة للموظفين المعنيين لإعادة انتشار الموظفين أن تقوم من جهة بتوسيع قاعدة أو بتوسيع عيادات مشتركة بين الإدارة في ذلك عدة مقتضيات القسم الخامس من موجب القانون رقم 655. انظروا معي. القاعدة العامة التي كانت قبل هذا القانون هي الأنظمة الأساسية الخاصة. والاستثناء الأنظمة الأساسية المشتركة انعكست الآن. أصبحت القاعدة العامة اليوم هي الأنظمة الأساسية المشتركة والقاعدة الاستثناء والأنظمة الأساسية الخاصة والخصوصية. الصحيح هو ما جاء في النظام الأساسي عن الوظيفة العمومية، لا ما جاء في هذه التعبيرات. الصحيح هو ما جاء. الوكالة المدنية عملها يختلف كليا عما تقوم به وزارة التربية الوطنية. التربية الوطنية تختلف عما يقوم به وزارة الداخلية. معقول عادي لتكون القاعدة العامة هي الأنظمة الأساسية الخاصة لا شيء مشترك. أنا لا أتكلم بلغتي السياسي الذي يحكي نوايا أخرى، وإنما أتكلم بلغة رجل القانون الدقيق المدقق في كل ما يراه من ظواهر القانون. لكن بالرغم من كل هذا لا زالت الغلبة للأنظمة الأساسية الخاصة وليس المشتركة للسلطة المشتركة للنظام الأساسي يمكن أحدث. بالنسبة للأنظمة الأساسية الخاصة عندنا 27 وبالنسبة للأنظمة الأساسية الخصوصية عندنا 7. إذا الغلبة داخل من الأمر من الأساسية الخاصة وليس المشاركة. وهذا يريد إن
تحصل يعني حركات إعادة انتشار الموظفين على ألف مشترك بين الإمارات من خلال إصدار هذه المصنع المتعلقة تكون المصنع تكون المصنع جدا سيئة. غادي نجيبو مثلا أستاذ ديال التربية الوطنية ندخل الوزارة ولا أي وزارة سالينا تكون المصنع ولا أستاذ ديال التكنولوجيا ما عندوش شي سبب. لأن هناك مجموعة من النظام متفرحة ولكن خطها الناضج هو هذه السياسة التي كانت جاهزة لأن كان هدف منها هو تخفيف كلفة الأسر. هذا هو السبب. إذا كل سياسة تبنى على اعتبارات مالية ستلقى مصيرها الفشل. لكن بالرغم من كل ما كانت به بالحقيقة أن مجموع موظف الهيئات المشتركة لم يكن يجلس 20% مقابل 70% من موظف الدولة الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة و 3% من الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخصوصية. تقريبا قلنا فالأنظمة الأساسية الخاصة بكثير 70 عند 30.5 من تمويل وزارة التربية الوطنية وهذا اللي لهم إعادة انتشار اللي يقول الأساتذة والمعلمين المدارس. لذلك وبعدما توضح لي الحكومة أن عدد الموظفين المتمول للهيئات المشتركة توقف عند عدد معين ولم يكن بالإمكان توسيع أكثر مما تم وبعد أن تبين أن هناك خطأ ارتكب بحسب حركة إعادة انتشار الموظفين في موظف الهيئات المشتركة قام سنة 2007 القانون التنظيمي ديال 98 بغات المرض اللي دار 44 فيه وجلس الدستور الثاني الى قمه قال لها اعاده انتشار مناصب النادي ديال الخصوم غير ممكن وجلس الدستور الثاني بغات الموقف. اذا هذا القرار ديال مجلس الدستور هو اللي وقف اعاده انتشار الموظفين الى غايه سنه 2015 بمناسبه المراجعه الشامله للقانون للقانون غير القانون المالي. إذا حتى 2015 وجات في المادة 61 ولكن هذه المرة أخذت كل احتياطاتها وأعضاء المحكمة الدستورية كانوا غافلين لم يدركوا بأن هناك مسألة غير دستورية ستمر. جاء في المادة 60 بأن إعادة انتشار المناصب المالية بين الخصوم سيكون بمقتضى قانون المالية. صافي ما لقاش التفاصيل. فين غتجي التفاصيل؟ التفاصيل غتجيبها في المرسوم ديال 2015. المرسوم ديال 2015 اللي هو متعلق بإعداد القوانين المالية في المادة جبنا أمور جديدة لم يكن بها قانون تنظيم الإعداد المالية. عقد الوغير تسوي حتى لأن القانون التنظيمي لا يحيل إلى نص التنظيمي بتوضيح هي كانت عقبة لو هذا ربما المحكمة الدستورية ستشترط حتى لا يتم تطبيق هذه المادة تطبيقا غير سليما ولكن المحكمة الدستورية لم تتفقن إلى هذا الأمر وأقرت الدستورية في المادة 60 جاءت المادة 15 من المصنع بتاعت إعادة القوانين المالية هذا المصنع شو ده؟ يعني إعادة انتشار المناصب المالية بين الفصول شو من ده؟ طب يتم الحفظ المناصب المالية جمعية بالأمر في القطاعات ديالهم وسوق المحفظ ديالهم مناصب مالية جديدة في القطاعات جديدة من قضاء قانون المالية وهذا يحصل هذه العملية في الموظفين المتبنيات المشتركة بل تحدث عن المنصب المالية مشغولة سواء كان مشغولة مختلفة لموظف الهيئات المشتركة أو الخاصة.
تكتب بالساعة الموظفين لا هيئة المشاركة ولا الهيئات المنتمية لأمر الأساس في الوقت. إذا نسأل الشيء نسأل على الأسباب تحس بشيء تأسيس وجاء تقرر ديال المجلس الحسابات بعد هذا الحسابات لم تكن مشجعة المجلس الدستوري للأسف القيمة هو كان قيمة ضعيفة وهزيلة كان عليه أن يمحي. هل كان من الواجب ومن الأفضل ومن الخير لهذه الأمة وللموظفين أن يتعتمد سياسة انتشار الموظفين؟ كان عليه أن يجب على هذا المسألة لا أن يبحث في الأسباب. إيش أسباب؟ الأسباب هو أن السياسة مقصرة تشتغل يحضر انتشار الموظفين. ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ تعني بالنسبة للموظف أن هذا الموظف غير مربوط بالقطاع الحكومي وكيفاش غادي يمشي للقطاع الخاصي وكيف سيستخدم من غير قسم هذا المربوط وكان مربوط كلش دول. اشنو كتعني؟ كتعني بان الموظف في اي وقت قد تمسه نعمه اعاده الانتشار. تعني عدم استقرار اجتماعي واسري ونفسي. تعني كذلك أمور سلبية على نسبية الموظف. إذن إعادة انتشار الموظفين معناها إعادة استقرار الموظفين في الوطن. معناها سيطرة الخوف على الموظفين عندنا لعنة إعادة انتشار. معناها أيضا عدم الرضا عن الموظف. معناها كذلك أنه كان مستعد في إدارة الأسياس. وهي الظلامي بشأن أن تضعف من هذه الظلامات وتؤثر أيضا على أدائه الوظيفي. لذلك أنا أقول أن المجلس عن الإسابة لم يقيم سياسة إعادة انتشار الموظفين في مصالحهم الوظيفي وأحدث شبهة لسياسة انتشار مشجع. وبالتالي فإن القيمة لسياسة سوف أن يكون من خلال مادة أسباب شهادة لأنها فيها المستشري كل خير للإدارة وكل خير للموظف وظيفي وأسرية واجتماعية ومنسية ومكان لهذه السياسة أن تكون صدر الدستور. لكن المحكمة الدستورية لم تنتهي إلى خطورة ما تريد الحكومة أن تقوم به فهي لا تقوم أبدا على أسس علمية جدية موضوعية وإنما كانت على أساس اعتبارات مالية خالصة من أجل تخفيض كلفة الأجور. بل أذهب إلى تقول هو أن كلنا خرج عن وظيفته الأساسية ونيتشه وأصبح يسمى وضعيات إدارية عالقة لمقتضى ما جاءت به الحكومة ويسمى وضعيات الموظف العالقة. وهذا ما أرى إذا طلعنا على قول النبي في سنة 2015/16/19 سوف نرى بأنه أصبح يسمى وضعيات إدارية للموظفين من خلال ما سمى لإعادة انتشار الموظفين. إلى أن السياسة تعني أمورا وقال على قدرها بما هو موجود حاليا. لذلك أرى بأن هذه السياسة هي سياسة فاشلة وينبغي أن لا نتحدث عنها لا أكاديميا ولا سياسيا. وأشكركم حسن الانتباه. شكرا أستاذ استراتيجية على مداخلته القيمة التي أوضحت لنا بما لا يزال مدللا أنها سياسة الانتشار للسياسة مآلها انتشر. مباشرة نمر إلى مداخلة الأستاذ علي بولدان أستاذ باحث في كل مدرسة التخصصات الرشيدية حول موضوع الرقمنة والتنمية الإدارية الرهانات والتحتيات. تفضل أستاذ بشكر.
صباح سعيد سيد الرئيس، سيدات السادة الأساتذة الأعزاء، الأطفال الأعزاء، سعيد جدا أن أشارك في إشغال هذه المادة العلمية التي اختيرها موضوع الوظيفة العمومية والإصلاح إليها. وفي الحقيقة هذه الإشكالية هي قديمة جديدة، تحتاج لإعطائها نوعا من الظاهرية القرار وفق قرارات جديدة، لأن النظر لهذه الإشكالية من داخل أنصافها التقليدية يجبرنا على نسبية وراء أجوبة عن الأسئلة القديمة، المدخل هو البحث، الطرق الممكنة لصياغة أسئلة جديدة حول هذه الإشكالية. وبدوري بدأت به الشكر للسادة القيمين والقائمين على هذه الندوة، دكتور الشركاء والمسهم في هذه الندوة بمداخلة تحت عنوان الرقمنة والتنمية الدائمة. استجلاب الرهانات ورصد التحديات، وفي الحقيقة أن هذا العنوان يقودنا حتما إلى إشكالية رئيسية ترتكز على محددين أساسيين: الرقمنة في تعارضها وفي تعارضها بالتنمية الإدارية، وهذه الإشكالية المبنية على ثنائية الرقمنة والتنمية البدائية تساعدنا من ناحية مفاهيمية، وقد سبقت الإشارة أمس وكنت لازم أقول في مداخلة الأستاذ غالي على أننا أمام سياق مفاهيمي جديد يستوجب منا شحذ الأدوات المنهجية والإجراءية من أجل مواكبة المستجدات. لذلك استعملت مفهوم التنمية البدائية. ما المقصود بالتنمية البدائية؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال المفصلي يحيلها على مجموعة من المفاهيم داخل حقل دلالي مشترك انعكست عناصرها داخل خطوط مرجعية قانونية وتدبيرية ومسطرية منذ فصل الاستقلال إلى الآن، من قبيل الإصلاح والتحديث والتبسيط والتخليق وغيره. لكن الأمر في الحقيقة لا يعكس في عمقه بعدا استراتيجيا،
قائم على تشخيص دقيق منتج لمحاور محددة قد تشكل مداخل للرغود بالمنظومة الإدارية تدبيرا وممارسة. ومن هذا المنطلق رجحت استعمال مفهوم التنمية الإدارية بدل غيره من المصطلحات المتداولة والمؤكدة لمختلف المبادرات المسجلة في هذا النظام وعملية الترجيح هاته لم تتم عن طريق السلطة بقدر ما ترتكز على أسس موضوعية تتضمن في صلبها السمات الدلالية التالية. أولاً، تحمل التنمية في عمقها رفع الملسوب الأداء الإداري. ثانياً، تتضمن التنمية بصفة الاستدامة العدالة الاتفاقية باعتبارها جزءاً مكوناً للعدالة الاجتماعية. وثالثاً وأخيراً السمة الدلالية المميزة لهذا المفهوم تراهن التنمية في بعدها المستدام على بنية سليمة تتغير النزاهة والشفافية وغيرها من المفاهيم الناظمة للقيم ومبادئ الحكم الجديد. إذن هذا المفهوم ربما في اعتقادي وفي تقديري الخاص يسير طبيعة المرحلة وطبيعة القضايا التي يجب الانتباه عليها من أجل صياغة مدخلات جديدة لمقاربة الشأن الإداري للزوايا المتعددة. بالنسبة للرقمنة كمنتقد ثاني لهذه الإشكالية فإنه يرتبط أساسا بمدى القدرة على توظيف الثورة التكنولوجية في هذه الأسئلة تتعلق بالمنظومة الإدارية باعتبار الثورة التكنولوجية نسقا علميا يندرج ضمن فيروة بنية الثورات العلمية المنتجة لنماذج شاذة للتعليم بمنطق ومصقول من خلال كتابه بنية الثورات العلمية. كانت إيوانيتها إيوانية هذه الثورة التكنولوجية عبر أربع محطات فكرية فارقة في الزمن الحالي. استرشدت أساسا عبر تكنولوجيا المانو والحوسبة السحابية والميل الذكي وغيرها صورت المعلومات لا تسير مؤسسة بذلك مؤشرات جديدة لقياس التطور المجتمعي وذلك وفق مستلزمات اقتصاد المعرفة وبقمنا التقليد.
القادمة والقدرة على وجود مجتمع المعلومات من خلال تطوير المحتوى والسعي نحو دعم بنية تكنولوجيا متجاوزة أو متجاوزة حدود الجغرافيا الطبيعية إلى السير نحو عاجز المجتمعات وهي إشكالية تسبب السياسات والبنيات والدينيات بل تستلزم صوفاريات جديدة تستلزم مداها من خصوصيات عالم الافتراضي هذه السيارة أو هذا العالم الافتراضي أضحت الآلة داخله شريك الإنسان إنتاجا وتعلما عبر عمليات التقليص والنمج الدماغي البشري كلها قضايا تطرح المحتوى الرقمي العربي على محك المساءلة التكنولوجيا في أبعادها المختلفة. إذن هذه الرقمنة أنتجت تحولات متسارعة في جوهرها تسعى إلى الوصول إلى مجتمع المال الذي يرتقي له مجموعة من الأسس والمتغازات تشكل الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات نواتها الصلبة وتتمثل مدخلاتنا أساسا السعي نحو تطوير العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطور الرقمي في جميع النشاطات المجتمعية والتحول الحديث صوب نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية وهذه المحددات تتغير في مجملها تطوير المحتوى الرقمي وتيسير سبل استثماره في القرار التنموي الذي يعد رهانا اساسيا للتقدم المجتمعي بل مؤشرا فارقا بين الدول والشعوب في بناء انساقها الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية بل يعتبر عنصرا فاصلا في النفاذ إلى مصادر المعرفة ولعل المنظومة الدارية تقع في عمق هذا التحول الرقمي ذلك أن الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل قد يغني المرتبط عن ضياع الوقت بين دواليب الإدارة وتفادي ابتزازات مسؤوليها من أجل قضاء أغراضه وكذا تأسيس الشفافية والنزاهة في تطبيق أمر في القانون إذن نحن أمام مفارقة صعبة تتجلى في إمكانات الرقمنة الدارية داخل السياق وصول الفجوة الرقمية باعتبارها هو الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية وهذه المفارقة تطرح تأثيرات على مستوى الفجوة مرفق الهوم وتطرح فجوة مرفقة إذن نظرا لضيق الوقت سأمر إلى باقي العناصر الأخرى وترتبط أساسا بالتجربة المغربية في إدماج الرقمنة داخل منظومة الإدارة حيث تبين من خلال رصد مجموعة من التقارير التي أعدت في هذا الشأن
سواء من طرف الاقتصاد والاجتماعي والديني أو من طرف المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه لاستراتيجية المغرب الرقمي وفي تقييمه للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة وغيرها من المبادرات يؤكد على أن هناك إرادة حقيقية لكن الشروط موضوعية لتنفيذها ما زالت غائبة تحتاج إلى نفس جديد وإلى مجهودات إضافية. وأشير في هذا الصدد إلى مجموعة من الملاحظات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات في إطار تقييمه لاستراتيجية المغرب الرقمي، حيث أكد على أن هذه الاستراتيجية تتسم بمجموعة من السمات من بينها الطابع الاختزالي في الوضع الاستراتيجي هي تتعلق بغياب الدقة في تحديد الغرض من بعض المشاريع. الملاحظة الثالثة البطء الملحوظ في مستوى تقدم المشاريع الكبرى في برنامج الحكومة الإلكترونية. والملاحظة الأخيرة هو ضعف تتعلق بضعف التقديم في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى في برنامج الحكومة الإلكترونية. إذن هذه بعض الملاحظات أردت صوتها من أجل تبيان التجربة المغربية في هذا المجال وما تعرفه من إكراهات على مستوى التنظيم والتنفيذ. أمور إشارة بسيطة تتعلق بمسارات الرقمنة في افق التنمية الإدارية، وأركز على ثلاث منصات أساسية. أولاً يجب إعداد منصة قانونية قادرة على وضع مدخلات من أجل تيسير عملية الرقمنة. ثانياً يجب بناء منصة تدبيرية، وذلك من خلال الانتقال من تدبير متمحور حول الوسائل إلى تدبير مرتكز حول النتائج. والنقطة الأخيرة تتعلق بإعداد منصة رقمية تقوم على تجديد البنيات والهياكل قصد التمكن من احتضان هذا التحول الرقمي داخل الأنساق الإدارية وتشجيع وتيسير والتحسيس بأهمية الاتفاق الرقمي. إذن حاولت اسمي أستاذ خلاصة حاولت الإشارة فقط إلى مجموعة من النقط والملاحظات لم يتسع الوقت للتفصيل فيها، ولكن إشراك القاعة والحضور حول أهمية الخوض في هذا النوع من القضايا. وشكرا أستاذ على شكرا استاذ علي بالعلام على مداخلته القيمه. طبعا الحال لا فائده هذا الوقت لانه جميع المتدخلين لا دخل لديهم كثير، ولكن نتمنى انه التفاعل مع القاعه يمكن ان يكون اضافات اخرى بصوره عامه. وقت المداخله الاخيره هذه الجزء الاولى وتتجاوز الجزء الاخرى. الاستاذ سعيد الميداني محامي وباحث بجهه الدكتوراه حول موضوع دور الرقابه النظريه في تكريس حكمات الاصلاح الاداري للمرتبه الاولى من خلال منازعات مالية قضية للمرتبه الاولى. شكرا. بدايه نوجه الشكر لجميع الذين حضروا في هذه اللقاء.
الإدارية بأرض اعتبرتها الطلبة
يتم إدماجهم موجب مرسوم التوظيف المباشر لا صفة لهم وغير مخاطبين للوضع الطبيعي والإدارية للموظف لأنه لم يقع تعليمهم في أسلاك الوظيفة وبالتالي لا صفة لهم في أن تطبق عليهم مقتضيات المادة 8 من قانون المحيط للمحاكم الإدارية الذي يخاطب مسؤولية الأوضاع الفردية للموظفين العاملين في مرافق الدولة والجماعات العمومية. هذا بخصوص التعليم. بخصوص الترقية، لأن الترقية هي من أكبر المجالات التي تتعثر فيها الإدارة وتستعمل فيها سلطاتها التقديرية، لكن القضاء فعلا تصدى لهذه الممارسات الخاطئة للإدارة، معتبرا بأن الموظف إذا كان له الحق بالترقية يجب فعلا أن يستفيد من الترقية، سيما يكون هناك مجمع الموظفين وتكون لهم نفس الأوضاع القانونية، فتعمل الإدارة على ترقية البعض وتترك البعض الآخر، علما على أنه تتوفر لهم نفس الشروط من حيث الأقدمية ومن حيث الترقية، فكبر القضاء فعلا المساواة وتكافؤ الفرص في الترقية. على سبيل المثال أشير إلى قرار مؤرخ في 14 مارس 2013 جاء فيه في قاعدة مركزة مختصرة إذا كانت ترقية الموظفين بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط المتطلبة قانونا فإن تلك السلطة بل تخضع إلى قاعدة القضاء الإداري للتأكد من أنها تمت في إطار احترام مبدأ المساواة من الموظفين الذين هم في نفس ولايته. فسألت أن أكون مركزا على مختصي التعليم والترقية في الشق الأول، لأنتقل إلى الشق الثاني كيف ساهم القضاء الإداري في حكامة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية خلال مرحلة إنهاء الوظيفة. أبدأ بالاستقالة. الاستقالة كرفيق القضاء فعلا في إطار حكامة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية مبدأ التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. إذا كان الموظف فعلا يحق أن يستقيل في أي وقت كان وبناء على رغبته، ولكن ذلك مشروط لئلا يؤثر على حاجيات المرفق العمومي. وقد طرحت قضية الاستقالة بحق نفسها الإيحاء في قضية الأطباء الخاضعين للمرسوم 527 جوش، بحيث رفضت طلبات استقالة الوزير أحمد ربيع على أعتقد، واتجهوا إلى القضاء، طالبين إلغاء القرارات الإدارية بعدم قبول الاستقالة أو برفض الاستقالة. فعلا القضاء كان له موقف في هذه المسألة، واعتبر بأن الطالب أو الطبيبة في قرار المؤرخ 15/7/2013 واعتبر بأن الطالب أو الطبيبة مثلها مثل نساء التعليم والعدل والأمن والدرك من حقها تقديم الاستقالة، ولكن لا يعني بالطبيبة الاستجابة لطلبها لتقاطع حقها مع واجب تأمين الصحة للعموم، وهذا التقاطع يعطي الإدارة مساحة تقديرية لاتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب تحت رقابة القضاء من باب أي سبب أو انحراف في استعمال السلطة. اعتبارا ما ذكرت تستمر المحكمة قائلة المرفق الصحي العمومي في حاجة لخدمات المستأنف عليها التي يبقى من حقها في الاستقالة محفوظا كلما توفر شروطه، والحكم لم يصب بالصواب فيما قضى به من استجابة لطلبها ويتعين إلى القضاء. وهكذا شدد القضاء الإداري على ضرورة إقامة التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في إطار المؤسسة القانونية المتعلقة بالاستقالة في إطار حكامة الإصلاح الإداري للوظيفة العمومية. بخصوص
إنهاء الوظيفة عن طريق الإعفاء. الإعفاء سيما الإعفاء بسبب انعدام الكفاءة. قد يوظف موظفا بعد اجتياز فترة ثمانية أو قبل انتهائها، تقوم الإدارة بإعفائه بسبب انعدام الكفاءة، وهذا مخول لها قانونا. ولكن القضاء اشترط لكي يكون الإعفاء صحيحا أن يكون مبنيا فعلا على سبب صحيح، أنه لا يمكن أن يتم إعفاء موظف بناء على سبب الكفاءة أو الحال أن هذا السبب غير صحيح. فعلا أثيرت منازعة في هذا الشأن، واعتبر القضاء في قضية في قراره على الأرض 184 صلى الله عليه وسلم الإدارية بالرباط الصحيح 2015 بأن الوكالة المستأنفة وكالة التأمين الصحي هي اللي خصمت في منازعة مع طرف متضرر، برغم أنها تسمح بأن الإعفاء المستأنف عليه قد تم نفية انعدام كفاءته المهنية، فإنها وبالمقابل لم تبدي خلال جميع مراحل المنازعة بما يفيد فعلا هذه المعطيات. لتتمكن جهة القضاء إداري من مراقبتها وبالتالي التحقق من صحة السبب الذي قام عليه القرار نطقا فيه، والتأكد من أن هناك فعلا مقومات فعلا ما تدعي المستنفع، ولأن مجرد إفصاح عن السبب الإعفاء ولو أمام القضاء لا يعتبر كافيا للقول بأن القرار الصادر بهذا الخصوص قائم على سبب مبرر، وإنما لا بد من إثبات هذا السبب مما يقنع القرار الإعفاء المتخذ في حق المستأنف في جميع الأحوال قائم على غير قائم على سبب يبرر. قضاء إداري وهنا فعلا صايرة قانون التعليق سبق للسبب المتعلق بتعليق قرار إداري الذي ينص في مادته الثانية على أنه يلزم لزوما يجب إذا لزوما أن تعلل القرارات القاضية بإلغاء أو بسحب حقوق، لأن هناك حق في التوظيف تم سحبه من طرف الإدارة، وبالتالي تكون الإدارة ملزمة بتعليل هذا الإعفاء وأن تبين سبب هذا الإعفاء طبقا لمقتضيات قانون 03-01. على كل حال موضوع حكمة قضاء إداري الإصلاحات العمومية لا يمكن إنهاؤه لا في هذه المداخلة ولا في المداخلات اللاحقة، موضوع كبير وشاسع جدا. احتراما للوقت أكتفي بهذا القدر وشكرا. شكرا للأستاذ الميداني سعيد الميداني على مداخلته التي أفادت كثيرا بطبيعة الحال حول المنازعات القضائية حضر ولاية القضية للموظف. لهذا نقول قد تكملنا المداخلات بحال حسب اللجنه المنظمه، فالمناقشه سترجع الى بعد الجلسه الثانيه، ولكن الان انتم مدعومون الى جلسه استراحه قبل مواصله الجلسه. شكرا للجميع على طبيعه الحال حسن استماعكم، وشكرا للمدخلين على احترام الوقت وعلى جوده مداخلتكم. بخير، 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 بخير